كما استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم. استقبل معالي الشيخ بدر بن سعود المساعدي وزير الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع. وأشاد معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات، متمنيا معاليه للضيف طيب الإقامة في مملكة البحرين لحضور فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 والذي يعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال صناعة الأسلحة.